بون بن جعفر. فما واحد جاني قال لي تو انت شلكت الحكومه الكل وناس كل سبيتهم والمعارضه، هاي كانك راجل شبيك عمرك ما عملت سكتش على محرزيه وقصاص والاخرى تومية؟ قلت لهم زملائي في الضحك نحترمهم عمري ما نتكلم عليهم، سي دي زوموريست هذوكم. فما واحد مشي في باله نسيناه كي قدم استقالته، هو من غير ما نشعره قعد في التاريخ نتاع مخاخنا. جبالي جبالي قدم استقالته، جبالي راه ما مسناش كرجل سياسي، جبالي مسنا كإنسان. جبالي عنده مشكلة بسيكولوجية تو يقريو فيها في الرازي في منوبة نتاع أمريكا، هبلو. قالك الإنسان العادي المتوازن يضحك ويبكي، هذا كترينو ديما ديما يضحك. تقول له تونس كلات بعضها، تقول له عنا كرتوش تخل من ليبيا، عنا 4000 موتة ما شاء الله. أنا متأكد اللي هو عطيها. والسؤال في حومتي مش شنو هو السلعة، شكون يبيع له السخطة خنشيخه معاه سلعة تقطع. مشيت سألته ولاد حومتي، مشيت سألته قفص حبيت نعرف شنو هي السلعة. تناو راهو تلمون ليامات ديمقراطية وعملنا ثورة. واحد في حومتي تهناه حرية كبيرة في حومتي، باعوا له زطلة مضروبة طلع عم تثقف له ليد مش اشكال المركز، يعرف حقه مرمدهم في المركز. هالزطلة ما عقل شنيا هذايا، شنيا هذايا، لوش عملنا ولدي لما الثورة نحن مش يقعدوا بيعونا زطلة مضروبة، وين حقوقنا نحن؟ زطلة مخلطة بالحنة، عملت جبتين للقى روحي محني ومصدركي العروسة، كان كملت الطبلية ملا نلقى روحي مفحش على الحوت وحبلة. هذا